نظرا للمشكلات الكبيره التي تواجه صناع الافلام والدراما التلفزيونيه اليوم بما في ذلك ظروف العمل السيئه وعقود عمل غير العادله والعقود المجانيه تعلن الرقابه الاتي تطبيق حد ادنى للاجور وفقا لقرارات كل شعبه على حده تطبيق حد اقصى لساعات العمل اليومي ولساعات العمل الاضافي على الا يزيد يوم العمل العادي عن 12 ساعه وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين بحيث لا يزيد عن 14 ساعة كحد أقصى، علما أننا نطمح بعد تعافي الصناعة من هذه الأزمة تخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا كما ينص قانون العمل. ثلاثة، ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير ومن الضروري أيضا تحديد زمن التعاقد. أربعة، على الجهات الإنتاجية التأمين الصحي على جميع العاملين لأي عمل سينمائي وتلفزيوني مهنيين وعمال طوال مدة التعاقد أو التصوير وذلك لمخاطر المهنة. خمسة، إلغاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصوير العمل لمدة 10 أيام من تاريخهم حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة. هذا القرار يأتي في إطار جهودنا لتحسين ظروف الإنتاج ورفع جودة الأعمال التي نقدمها وتؤكد أن نقابة اللجنة السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط بتنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل منها. ندعو أعضاء كل شعبة للاجتماع مع مجلس النقابة في موعد أقصى أسبوع من اليوم لتحديد اللوائح الخاصة به. نحث جميع أعضائنا على الالتزام بالقواعد التي سيتم عليها الاتفاق عليها والتي تهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتعزيز قدرتهم على إبداع أعمال فنية متميزة. نقابة المهن السينمائية في 4/9/2023. حاجة مروان هرب.